تغيرت مناف. خلينا نرجع للموضوع الأول بس معاك في الأهلي. والله شوف يا أبو جود، حقيقة الأهلي واضح بعد يعني بعد التصريحات اللي كان يتكلم فيها الكابتن عمر السومة، وانه حقيقة انه ما في انتدابات لل يعني مساعدة لظهور عمر السومة بمستواه الأول. نكون واقعيين، حقيقة النادي الأهلي أنا كوجهة نظر أشوف من أفضل الأندية في الدوري السعودي يستقطب لاعبين محترفين أجانب. مشكلة انه بعض اللاعبين ما يستمر وينتقلوا لانديه ثانيه او يطلب فسخ العقد ويروح لنادي ثاني، وبعضهم زي انا حقيقه لاعب انا اشوف انه الاهلي افتقد اللي هو ليوناردو البرازيلي اللي راح اعتقد الامارات الوحده تقريبا الوحده الاماراتي، لاعب مميز. لكن اللي بشوفه الان التعاقد مع دريس فتوحي او اللاعب الروماني، انا عندي قناعه تماما، المقاطع اللي احنا بنشوفها والفيديوهات تبين انه دائما اللاعب بشكل كبير، لاني انا حضرت يعني في استقطاب بعض اللاعبين نشوف فيديوهات حقيقه مميزه، لكن لما تجي على ارض الواقع نشوف المستويات مختلفه عن الفيديو. لكن اللي بنشوفه الان اللاعب حقيقه واضح انه عنده امكانيات، عنده الكوره الثابته واضح انه مميز فيها، عنده التسديد. يعني اتمنى في البدايه يعني انه حقيقه يتوفق لظهور حقيقه يعني نشوف نجم في الدوري السعودي، وانه يعني يرجع الاهلي. لان انا عن نفسي المباريات الأخيرة اللي حضر فيها الأهلي حتى قبل الآسيوية أنا ما شفت الأهلي بمستوى جيد أو مستوى ممتاز، يمكن إلا في مباراة الهلال، لكن بعد كده أو قبل كده أعتقد الأهلي كان في مستوى متذبذب، يعني في حالة عدم رضا بالنسبة للجمهور الأهلاوي، حتى أعتقد اللاعبين الأهلاويين ما هم راضين عن المستويات اللي بظهروا فيها. عندهم إمكانية، إذا إحنا بنتكلم عن اللاعب المحلي في الأندية السعودية أفضل تقريبا ثلاثة أندية من ناحيه اللاعب المحلي اعتقد الهلال النصر الاهلي. الاهلي عنده برضه امكانيات ممتازه حقيقه، فتكون نتائج سيئه اكيد حيكون الجمهور الاهلاوي ما هو راضي، لكن ان شاء الله نشوف الموسم القادم نجوم، يعني استقطابات اللي قدمها الاهلي انها تكون اضافه كبيره للدوري السعودي.